حملة قبل ما تولد بيحصل لها مشاكل في الخلفة. يا ابني أنا ست كبيرة وعندي خبرة في الحاجات دي، ويا ما سمعنا حكايات ومر علينا أشكال والوان. يا ابني لما جيت تتجوزها وأصريت عليها وما سمعتش كلامي انت خلاص بقى هو حر. اسمع يا ابني، ولاد الناس الأغنية قوي دول مالهمش عيشة، ما بيعمروش في جوازة، كأنهم يعني فاكرين الجواز ده مجرد لعبة تسلية بيلعبوا بيها. طب بسمتك في بنت في الدنيا ما تحلمش انها تكون أم؟ يا ابني دي الأمومة دي غريزة عند كل بنت. بصراحة بقى مراتك دي هي اللي مش عايزة تخلف. أنا عشان كده أحرجتها قدام قريبتها عشان ما ترجعش تقولي أنت جبت الكلام ده منين. قريبتها دكتورة أمراض النساء هي اللي قالت مش أنا. ده أنا مش قادر أوصف لك كانت عاملة إزاي، وشها كان جايب 100 لون. ولما أحرجتها يعني حصل إيه؟ هنروح لدكتور يديها منشطات. أنت فاكرين ماما هسكت ولا إيه؟ وبعدين هي الوقت في مركز ضعف مش قوة، وبتحاول ترضيني بأي شكل عشان طلعت كدابة قدامي. يا ابني يا حبيبي، هي كل ما بتركب الطيارات وتتعرض لضغط مش هيحصل حمل، وحتى لو حصل هتسقط، وساعتها هتقول لك بقى هنعمل ايه اسمتنا كده. يا ابني مراتك هي اللي مش عايزه تخلف. مش معقوله يعني يا ماما، مش للدرجه دي يعني. بعدين مش لما تحمل الاول. بقول لك ايه، عشان يحصل لازم تشرط عليها انها تسيب شغلها. فاطمه بيبي، فاطمة 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 الو الو الهاني يا هاشم، الهاني الهاني. فاطمه في ايه يا فاطمه؟ الو الو يا حسن باخل. ها فاطمة اتخطفت. ايه؟ كل اللي سمعته صوت فاطمة وهي بتصرخ بس. ايه في الخالد؟ ايه في اكلمك تاني شكلهم بيتكلموا. الو مراتك معانا يا اخ حازم، اوعى تفكر مجرد فكرة انك تكلم الشرطة، لان في اللحظة دي مراتك هتتدبح. انتوا مين وعايزين ايه؟ 100,000 دولار. ها ايه؟ 200,000 دولار؟ ده مبلغ كبير قوي يا حازم. طب انت ما جربتش تبلغ البوليس ولا تسال امن الفندق الزفت اللي انتوا قاعدين فيه ده ازاي مراتك تتخطف؟ ابهوها. طب اهدى يا حازم، اهدى يا حازم، انا هتصرف. سلام. هوديكي في 60 داهية لو ما قلتيش مرات اخويا فين. يعني هو ده جزائي؟ انا هعرف منين؟ وبعدين ده انا كلمتك احذرك قبل ما تتخطف، لو ليه علاقة بخطفها هحذرك قبلها ازاي يعني؟ وما
امال يعني عرفتي منين حضرتك؟ بتشوفي الغيب؟ تقدر تقول حاجة زي كده؟ مساء الخير يا أمل. مساء النور يا مستر يوسف. معلش عطلتك النهارده وأخرتك، بس الاجتماع طول قوي مع العميل. مفيش مشكلة يا مستر يوسف. مستر عاصم كلمك مرتين وسأل على الأرضيات السري دي، وأنا قلت له إن هم وصلوا الجمارك والمخلص بتاعنا بينهي الإجراءات. تمام تمام. بكرة عايزك الصبح أول حاجة تعمليها كلمي الراجل بتاع شركة الرخام. حددي معاه ميعاد، بس أنا مش هقعد مع مدير أعماله، يا هو يا بلاش. كمان إنه أنت جاية عديلي على شركة مودرن فلور. هاتيلي منهم 360 كرتونة من الحاجات الجديدة اللي أنا باخدها منهم. تمام يا مستر يوسف، أنا كنت هعمل كده من نفسي. شاطرة يا أمل. ردي. لا عادي مفيش مشكله. يبقى ده الموز. ماشي. اعمل ايه؟ مذنباه تحت بقاله نص ساعه. انا قلت لك كبري دماغك منه وانا جاهز يا امل، انت مش عايزه. اعمل ايه بقى؟ بحب. تحبين؟ صحيح يا امل، عايز اسالك على حاجه مهمه. تفتكري في حاجه اسمها حب؟ انا مش قصدي حاجه، بس يعني شوف ان كل مشاكل الطلاق بسبب موضوع الفلوس. الاول بيبقى حب، اول ما اتجوزوا يحصل مشاكل. معظمها من موضوع الفلوس. انا بحكم ان انتي معاشرانا هنا عارف يعني ان الموضوع في الفلوس مش قد كده. انا مش قصدي حاجه، بس يعني انت عارفه انا بخاف عليكي وبعتبرك زي اختي يعني. اجمل حاجه في الدنيا هي الحب. هو صحيح على قد حاله، بس انا مؤمنه بيه وبحبه. هو كمان مؤمن بيا وبيحبني. ماشي، تكسبيني المره دي. مبسوط منك، عشان كده هصرف لك مكافاه كبيره. رايح الخزنة اقول لهم مستر يوسف قال اصرفوا لي 20 جنيه. يلا بسرعة. ميرسي جدا. الو يا خلودة. الو يا حازم. ايه في ايه؟ مال صوتك؟ وإيه اللي حصل يا خالد بالظبط؟ زي ما قلت لك يا يوسف، فاطمة اتخطفت. اتخطفت ازاي؟ وحازم كان فين؟ يقول لك نزل يجيب أكل. أكل؟ ده كلام برضه. أشرف بيها. ما تقلقش، كل حاجة ولها حل. إن شاء الله كل حاجة تتظبط. يا جماعة، إيه اللي موقفكوا كده؟ في مصيبة. مصيبة إيه؟ في إيه؟ تعالى بس نروح نقعد في مكان ونتكلم في الموضوع ده. فهمونا يا جماعة. تعالى بس تعالى. يا جماعة فهمونا، يعني ريد روز دي موزة يعني تستاهل إن إحنا قاعدين لها وبنتكلم عليها كده يعني؟ جرايا يا يوسف بقى، أنا قلت لك الموضوع جد يا أخي. تمام اتفضل اتفضل معاك. اتفضل. الموضوع بتاع ريد روز ده هيجنني. أنا بفكر أبلغ ما بحسن الاتصالات. أوعى تعمل كده. ليه بقى إن شاء الله؟ لأن لو ريد روز دي فعلا زي ما أنت بتقول كانت عارفة إن فاطمة هتتخطف، ده معناه إنها أكيد مشاركة في موضوع الخطف ده. أو على الأقل تعرف العصابة اللي خطفتها. أنا بحاول أفهم أنت بتقول إيه، بس يعني فهمني أكتر. يعني لو خالد بلغ عنها ممكن جدا العصابة دي تنتقم منه. خالد؟ خالد ماله؟ أشرف عنده حق. لازم الأول نعرف ريد روز دي تطلع مين عشان نعرف نتعامل معاها إزاي وناخد حذرنا. بس يا جماعة الموضوع كده خطير جدا. طالما خطفوا فاطمة في المالديف يبقى دول عصابة دولية. لازم نفهم عايزين مننا إيه بالظبط. هنفهم. بس واحدة واحدة. احنا لازم نتعامل مع الناس دي بحذر شديد جدا. الناس دي خطفت، يعني ممكن يعملوا اي حاجه، ممكن يقتلوا. كل اللي عملوه ده وعايزنا ناخد حذرنا. ناخد حذرنا نعمل ايه يعني؟ خالد هيديك الاكونت بتاعها على الفيسبوك وانت هتشتغل عليها لغايه ما توقعها. اظن انت بقى يعني دي منطقتك. لا انت ما دام قلت نوقعها يبقى انت جيت في ملعب اخوك جو. اشرف كده صح. فيها يا خالد؟ ما هو قال نوقعها. ماشي انا موافق. انا هقول لكم نعمل ايه. أنا ممكن أعمل أكاونت مستعار على الفيسبوك بأي اسم، تحلاب الليل، يرضيك أنام ودمعتي على خدي. ما هي دي الأسامي يا خالد اللي شغالة دلوقتي. سيبني أنا بس، أخوك عارف بيعمل إيه. بس نتفق اتفاق، طلعت موزة الموضوع يلزمني. طلع أي حاجة تانية كل واحد يشيل شيلته، أنا أوت، اتفقنا؟ بقول لك يا أشرف، أنت لازم تخش على الأكاونت بتاعها أنت كمان.
ما انت عارف ان انا ماليش في موضوع التثبيت ده يا سيدي. ما هو التثبيت سي يوسف هيعمله ان شاء الله. خش لها انت باي سكه تانية، يبقى كل واحد بيجرب طريق. حاضر، بس المهم انت هتعمل ايه؟ انزل الصبح احاول الفلوس لحازم. تحاول فلوس ايه؟ طب افرض حاولت الفلوس وعملوا فاطمه حاجه وما رجعوهاش. ما رجعوهاش ليه؟ طالما هياخدوا فلوسهم هيرجعوها، وبعدين يعني انتوا شايفين في ايدي حل تاني. وحشتيني جدا. لخص يا اياد، هات من الاخر وبلاش الطريقه دي معايا. هو في ايه بس؟ احنا ايه اللي حصل لنا؟ ده احنا ما كانش في اتنين زينا يا حبيبتي. الناس كلها كانت شايفه ان احنا الاتنين اكتر كابل لايقين على بعض. لو هتكمل بالطريقه دي انا همشي. لا خليكي اقعدي. انت عرفتي ان كميل خطيب بسكال طلب فتح قضيه موتها من جديد؟ ايه؟ ما انا قلت لك عايز اشوفك ضروري ليه؟ شفتي بقى ملك ان انا خايف على مصلحتك؟ انا مش فاهم ليه بقيتي على طول كده فاهماني غلط يا ملك. ده انا جيت مصر مخصوص عشان احذرك. طبعا بقى عرفتي دلوقتي انك ظلماني. ايه ده؟ انت ايه اللي مصحيك بدري كده؟ اعمل لك ايه يا عم حس؟ مش عارف اقابلك ولا اتكلم معاك. قلت ما اصحى لك بدري شويه عشان اتكلم معاك في موضوع. تتكلم معايا في ايه؟ ما احنا بنتقابل في الشركه كل يوم يا زين. مالك يا ابني؟ في ايه؟ في ايه؟ ما انا زي الفل اهو. زي الفل ايه يا راجل؟ ده انت بتنزل من صباحيه ربنا ما ترجعش غير بالليل متاخر. في ايه؟ ما انت عارف سحله الشغل اللي احنا فيه. يا سلام، ده بقى على اساس ان انا بشتغل في شركه ثانيه. يعني هو انا لازم اعمل كل الشغل من الشركه؟ ايه ده؟ هو انت بتشتغل في حته تانية وانا معرفش؟ يا زين، وده معناه ان انا بشتغل في شركه تانية؟ ما تبطل الغاز بقى حسام وتكلم في الموضوع على طول. موضوع ايه وبتاع ايه؟ على فكره انت اللي عايز تتكلم معايا، مش انا اللي طلبت اتكلم معاك. مخبي ايه يا حسام؟ كون مخبي ايه يعني يا زين؟ اكيد ولا حاجه. من الاخر كده بعمل شغلانه يا اخي، اطلع منها فلوس، مصلحه يعني. وايه بقى نوعيه المصالح دي؟ شقة عايزة تتباع، عربية قديمة فيها مصلحة نشتريها وبعد كده نبيعها كده. وهي الحاجات دي محتاجة ان انت تقضي ال 24 ساعة بره البيت. جرى ايه يا سين؟ ما انت عارف ان انا بقابل عملاء، بنقعد نتكلم ونتناقش ونفاصل، وكل الكلام ده بياخد وقت. مش فاهمك يا اخي، بس عندي احساس كده انك ماشي في سكة غلط. غلط ايه وبتاع؟ انت هتلبسني مصيبة على الصبح. يا اخي افهم، امك قلقانة عليك. ايه مالها هي كمان؟ يعني يا اخي خش خبط عليها، سلم عليها، بوس ايديها، اكبر بخاطرها. اكبر بخاطرها ليه؟ وانا عملت لها حاجه؟ يا اخي دي تعبانه، خش اطمن عليها وطمنها عليك. ما انا بكلمها كل يوم بالتليفون من الشركه. تليفون ايه يا اخي؟ تبقى امك عايشه معاك في نفس البيت وتقول لي بطمن عليها في التليفون. يوه انتوا مالكم من امبارح؟ في ايه؟ في حاجه مخبيينها عندي؟ لا خالص يا حبيبتي، مفيش اي حاجه. انت بس يا فراوله، عشان بتحبينا قوي فبتخاف علينا بزياده، بس احنا كبرنا خلاص يا فراوله، ما بقيناش صغيرين. جايز، انا عايزه اقول لكم ان انا هتاخر في الشغل الايام دي كل يوم لحد حازم ما يرجع من السفر،
مفيش حد يساعدني. انت مش تخلي عندك دم وتيجي تساعد امك. مين فراوله انا؟ انا فراوله عندي شغل كتير قوي، ده انا عايز اللي يساعدني. ما تاخدي ملك. ملك ايه؟ ملك ما بتعرفش حاجه في السياحه. والله فكره، انا كل اللي عايزاه منك انك تشرفي معايا على شركك وهقول لك كل حاجه واقعدي تتسلي. وما تخافيش، هعمل لك مرتب كويس. اي خدمات. بس اللي بتقوليه ده يا طنط، انا اساعد حضرتك من غير اي حاجه. حبيبتي انا بهزر معاكي. والله عارفه طبعا. انا بس كان قصدي اني خرجك من الجو اللي انت فيه ده. ويعني قليكي شويه تتسلي وتشوفي ناس بدل ما تقعدي لوحدك تسرعي وتفكري. ميرسي قوي يا طنط، ربنا يخليك. انا مضطر استاذن يا جماعه عشان ورايا مشوار مهم. بعد اذنكم. انا كمان عندي شغل. وانا كمان لازم امشي. عندي ميعاد مع مديري. نشوف اخرتها ايه في القرف ده. حظنا قوي. سلام يا حبيبي. مالك، انا كنت عايزك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ اياد. هو انت وهو اصحاب قوي كده؟ اياد مين؟ اياد صاحب اخويا خالد. اشمعنى؟ ولا حاجة، شفتكم مع بعض امبارح. يوسف ما تجيبش سيرة الموضوع ده قدام حد من فضلك. فيها ملك؟ أنا عندي مشكلة كبيرة ومش عارفة أتكلم مع حد، مش لاقي حد يساعدني. مشكلة؟ مشكلة إيه؟ طب أوعدني الأول إنك مش هتقولي لحد. يا ملك مش هحكي لحد، ما تقلقنيش، قولي لي في إيه؟ يعني إيه؟ مصلحة كده بخ؟ طارت؟ نبيل أنا على آخري، مش طايق حد أقسم بالله. أبوك ده طلع راجل عقري، يلا إيه ده؟ إيه ده؟ ولا عقر ولا حاجة. الظروف هي اللي خدمته وعرف الخط باسم مين. المهم دلوقتي يا معلم لازم نشوف حل مع أبويا ده. آه دي أهم حاجة، لأن الدنيا بتنشف وكده مش هينفع يا صاحبي. طيب فكر بقى معايا نشوف هنطلع منه كاش إزاي. صح لازم نفكر. فكر يا نبيل. حاضر يا عم. اهو يا عم بفكر. اهو. يا حازم. اه يا حبيبي، انا خلاص حولت لك ال 200 الف دولار من الحساب عندي. تمام؟ طمني بس اول ما الفلوس تجي لك واول ما فاطمه ترجع. خير يا حبيبي ان شاء الله. مع السلامه. سلام. تعمل ايه بقى؟ مراتي معقولها ملوكة كل ده شالها في قلبك وساكتة؟ هعمل ايه بس يا يوسف؟ وجي كمان موت ماما وكمل عليا. الله يرحمها. ملك، انت لسه بتحبي الواد اللي اسمه اياد ده؟ ايه؟ انا مش طايقة ابص في وشه. ده أقذر حاجة ممكن تقابلها في حياتك. كنت فاكرة هيكون ظهري اتحمى فيه. بس طلع واد واطي وخسيس. فضل يساومني، بان على حقيقته. مش قادرة أصدق. مش قادرة أصدق بجد إن أنا أمنته على سر خطير زي ده. صراحة طلع واد زبالة أوي. في حد يساوم واحدة على حبها لي؟ بس أنت كنت معذورة يا ملك، يعني أكيد كنت محتاجة حد يساعدك. طبعا كنت متخيلة إن هو الفارس الهمام
ده هياخدك من اللي انت فيه. اللي زي اياد ده ما بيحبش حد في حياته غير نفسه. انسان سلفش قوي. انا ساعات كده كنت بحس انه سادي سايكو، بيتلذذ انه يعذب الناس او يحب يحس الناس ان هي محتاجه له او يمسك حاجه على حد. ما تفهمش هو دماغه رايحه لفين اساسا. انا مش قادره اصدق انا كنت مخدوعه فيه الفتره دي ازاي. مش قادره. طبيعي، واحد بالاخلاق دي ممكن يخدع الدنيا كلها. اكتر حاجه مستغرب لها ازاي ده صاحب خالد اخويا، عشان ما يعرفش وشه الحقيقي. الواد ده عنده قدره غير طبيعيه، يلبس بوكر فيس ويعيش في دور ان هو شخص محترم وما يقلعوش ابدا. هو انت ناوي تعملي ايه؟ مش عارفه يا يوسف، حاسه نفسي ضايعه. كنت خايفه اقول لاي حد على اللي حصل ده، علشان كده كان لازم اقول لك. بجد مش عارفه اتصرف ولا عارفه افكر. حازم، حازم، حازم فوق يا حازم، حازم، حازم فوق يا حازم، حازم فوق، انت كويس؟ حازم يا حازم، رد عليا، انت جرالك ايه؟ حازم فوق، قوم، انت كويس؟ فاطمة، انت جيتي هنا ازاي؟ حد عمل فيكي حاجة؟ كنتي مخطوفة فين؟ شفتي اي حاجة ردي عليا. انا كويسة، انا كويسة الحمد لله. انا كنت هنا في الاوتيل. ايه؟ بعد ما انت خرجت في واحد جه خبط على الباب، افتكرت الهاوس كيبنج، فتحت الباب خدرني ولقيت نفسي في اوضه تانيه، ودلوقتي كمان خدروني وجابوني على هنا. كل اللي فاكراه ان انا سمعتهم بيقولوا هيطلبوا منك 100,000 دولار. انت دفعت الفلوس دي؟ ايه يا حازم، طمني. طب الحمد لله انها رجعت. يا ابني فداكوا الفلوس طالما انتوا كويسين. بس اسمع بقى يا حازم، انا عايزك بكره الصبح اول طياره تلاقيها تاخد مراتك وترجعوا على مصر على طول. واضح ان في ناس هناك راصدينكوا. يا ابني افهمني، ابقى خدها واقعدوا في اي اوتيل قضوا شهر العسل، احنا مش ناقصين وجع دماغ يا حازم. ماشي يا عم، وسلم لي على فاطمه وقول لها الحمد لله على سلامتها. يلا تيجوا بالسلامه. مع السلامه. ايوه يا يوسف، مرات اخوك رجعت خلاص الحمد لله. ايوه يا سيدي، هو لسه مكلمني قايل كلم اشرف بقى طمنه، وكلم حازم اسال عليه برضه. يلا سلام. عبد الله على سلامة فاطمة. خليني اقول لي يوسف، انا اتسرعت قوي، بس كنت هعمل ايه؟ ما هو كان لازم اقوله بعد ما شافني مع زفت الطين اللي اسمه اياد ده، وبعدين كان كمان لازم اقول لحد. بقتش قادره على السر ده لوحدي. ترى ممكن يقول لخالد؟ لا لا لا، يوسف طول عمره طيب وجدع، بس انا مش عارفه كان يوسف هيعرف يعمل حاجة مع إياد ده ولا لأ. حسن يوسف الوحيد اللي داير في العيلة دي، وهيعرف يتعامل كويس قوي مع صياعة إياد. على العموم أما أشوف الدنيا هتمشي إزاي، ربنا يستر. اتفضل. هاي يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا طنط كويسه. هتيجي معايا الشغل بكره؟ اكيد طبعا. يعني هتطلبي مني حاجه واتاخر عليها؟ لا لا يا حبيبتي، انا عايزاكي تعمليه كده بس علشان تملي وقت فراغ، لكن لو انت مش متحمسه انا ما عنديش اي مشكله. بصي، وانا هاجي معاكي الشركه ان شاء الله، وانا متحمسه جدا لحد ما حازم يرجع ان شاء الله بالسلامه.
عايزاكي بقى في الفترة اللي جاية تفكري هتعملي ايه في الورث بتاعك، يعني مثلا هتحطيه في البنك وتاخدي ارباحه ولا تشتري عيادة وتشتغلي فيها. انا قلت فكرة لخالد وهو متحمس ليها. بجد؟ فكرة ايه؟ قلت له يعمل لك اوضة في المركز الطبي بتاعه كعيادة خاصة ليكي لحد ما تعملي انت عيادة، ايه رأيك؟ بصي هو طبعا مرسي لحضرتك ولخالد، بس يعني شايفة يعني انه عيادة دكتورة امراض نساء في مركز طب اسنان غريبة شوية. بالعكس انت هنا ما تعرفتيش، وخالد ابني معظم اللي بيتعالجوا عنده ستات، وجد عاية مجانية ليكي، وانك تكوني جزء من مركز طبي اوريدي شغال كويس قوي. كل واحدة هتيجي تعالج سنانها هتعرف ان في دكتورة امراض نساء هنا، وده كويس جدا. لكن لو فتحتي عيادة على طول هتاخد وقت طويل على بال ما تشتغل والناس تعرفها. ما شاء الله عليك يا طن، حضرتك براكتيكال خالص. حبيبة قلبي انا. ادخل. سعادة البي. خير، في حاجة؟ أستاذ أشرف مستني سعادتك بقى. أهلا يا أشرف. مساء الخير يا حبيبي. مساء النور يا خالو. خير، إيه الزيارة المفاجأة دي؟ خير إن شاء الله يا خالو. هو بصراحة أصل كان في موضوع كده كنت عايز أفتحك فيه من فترة، يعني مشاكلي مع مرات الفترة الأخرانية كانت